السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد في وصفة جديدة. وقبل ما نبدأ المقادير وطريقة التقديم، ما ننساش نشكر كل من انضم لينا والناس اللي لأول مرة تشوفوا الفيديو، تنقول لهم مرحبا بهم. ما ينساوش يتابعونا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا كيكة سهلة وسريعة التقديم، مكونات بسيطة متواجدة في كل بيت، فابقوا معايا حتى لآخر الفيديو باش تعرفوا الطريقة. نبدأ المقادير على بركة الله. عندنا جوج بيضات، عندنا كاس لارب ديال السنيده، كاس لارب ديال الزيت، كاس لارب ديال البرتقال. القياس هو كاس العنبه. الا بغينا الكاس صغير تنديروه عامر. جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، جوج خمارات كيماويه من فئه 8 غرام، لو زيت ديال البرتقال ديال جوج برتقالات، شويه ديال الكركاع. غادي نهرمجو ونديرو في اخر مرحله. نبداو الوغ على بركه الله. غادي نضيف فوق كاس لارب ديال الزيت وحنا تنطربو، ومن بعد نضيف كاس لارب ديال البرتقال، وغادي نضيف زيت البرتقال. دابا غادي نبداو نضيفو الطحين. نضيف ديك جوج طاشيات ديال الخمارة كيماوية اللي معاهم الطحين. من بعد ما سالينا التخلاط، هذا هو القوام اللي بغينا. دخلنا فيها جوج كيسان ديال الدقيق الابيض. غادي ناخذ المول ديالنا، تندهنوه بشويه الزبده ونلبسوه بالدقيق، وغادي نخبو فيه الخليط. غادي نرشها بشويه ديال الكركاع اللي عندنا، غندخلوها للفرن مسخن على 150 درجه، نشعلو عليه غير من التحت مده 35 دقيقه وغادي نحلو عليها. من بعد ما طابتنا الكيكه غادي نحيدوها من المول، وغادي ندوزو نوجدو السيرو. عندنا فيه كاس ديال عصير البرتقال ونص كاس ديال السنيده، غادي نخليهم حتى يغليو ونسقاو بهم الكيكه ديالنا.
من بعد ما السيرو ديالنا وجد غادي ندوزو نديرو بان ماري الشوكولا. عندي قياس 14 حبة من الشوكولا البيضاء ديال الكارو هكا، غير شويه ديال الشوكولا فوق، تندوبو في بان ماري. الكيكه ديالنا من بعد ما حيدناها من المول تجي على الشكل هذا، غادي نحاول نثقبها بالفرشه باش يدخل فيها السيروم، في نفس الوقت الشوكولايه تذوبني. ناخذ السيروم ثقيل ونسكت هذه الجوانب. ما غاديش ما ديش الكميه كلها، بقى لي شويه. غادي ناخذ جوج ديال دانيت كراميل، غادي نضيفو من هاد الشوكولا. غادي نحاول ندمج العناصر مع بعضياتهم، الشوكولا والكراميل، تيولي على شكل كريمه. غادي ناخد الطرابية يدوي ديالي، الكريمة ديالنا. نرجعو ناخدو الكيكة. الكيكة ديجا عندنا من الوسط، يعني جوانب عاليين شوية، يعني نحاولو نخويوها غير بديك الوسط. من بعد ما خرجتها من الثلاجة خديت هاد السيجار محشو بالحامض، هرمشتو وغادي نزين به الجوانب. هاد السيجار بالحامض عنده واحد المذاق فظيع.
في الوسط ديت هاد الشوكولا، في الجوانب السيجار ديال الحامض. تنتمنى انكم تجربوا تزينوا بالسيجار الحامض، صراحه المذاق ديالو تيجي هائل ومغاير. من بعد ما سالينا التزيين ديالها هذه هي النتيجه. تنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها وتبارطاجيوها بين العائله والاصدقاء. في الاخير تنقول لكم مع السلامه في فيديو مقبل ان شاء الله.